فالله عز وجل يقول وقال أي إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما هي الفائدة التي نستخرجها من هذه الآية؟ ذاهب إلى ربي سيهدين. أول فائدة نستخلصها ونستخرجها من هذه الآية وأنها رد على كثير من الناس الذين تجدهم يعني غارقين في المعاصي والمنكرات، فكتقول لي تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، تعال إلى الله، تب إلى الله سبحانه وتعالى من الخمر، هيا إلى الصلاة، ترك الحجاب، ترك التبرج وهلمي إلى الحجاب، تعال إلى ترك المخدرات، فتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتقول لك شنو؟ تقول لك أو الله يهدينا، يلا تصلي الله يهدينا، دير الحجاب أو الله يهدينا، وترك الدخان الله يهدينا، ترك الخمر الله يهدينا، ترك كذا وكذا من المعاصي الله يهدينا. المهم هو ديك الله يهدينا هي باش كيحبسك، باش كيقول لك اودي سير انت زير عبد الله وتوب الله تعالى وكذا، ولكن انا خليني في المعاصي والله يهدينا صافي. فتيبغي الهدايه وهو جالس غارق في المستنقعات، باقي هو شد الخمر شد القنينه شد الدخان كيدير في المعاصي، وكيقول لك ديما ديك الله يهدينا زعما خليني انا غارق في هذا الشيء، غادي نبقى لك على هكا. هذه الآية اش كتقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى وقال أي إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ماشي جالس وكنتظر الهداية، لا ذاهب. فكما أنت كذلك ذاهب إلى بائع الخمر، عندك ديك الرغبة وعندك ديك الحماس أنك تمشي إلى بائع الخمر لتشتري قنينة خمر وتشربها، وعندك كذلك ديك الرغبة شي حاجة كتحركك في الداخل باش تمشي عند ملصقة وتقول لي أعطيني دخان وتشريه وتجي تجلس تكيف مع راسك، وأنت عندك كذلك ديك القوة باش أنك تمشي تشري السبسي، وأنت كذلك عندك كذا وكذا، إذا أنت كتحرك شي حاجة كتحركك، ذاهب إلى بائع الخمر، ذاهب إلى كذا، عندك هذيك الرغبة ديال الذهاب، عندك هذيك الحركة. فلماذا هذه الحركة ما كنلقاوهاش في الذهاب إلى المسجد مثلا؟ علاش ما كنلقاوهاش؟ ذاهب إلى ربي سيهدين، حتى حنا كما عندك الحركة للذهاب إلى المعاصي تكون عندك الحركة للذهاب إلى الطاعات. فذاهب إلى ربي سيهدين ماشي جالس، لذلك تبغيك تحرك، تبغيك تدير، تقلب عليها. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى وعجلت إليك ربي لترضى، قال سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، الفرار إلى الله، الذهاب إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كان واحد الإنسان عنده واحد إرادة قادر أنه يمشي ديرها، فلا بد أن تتحرك بحثا عن الهداية لأنها أشرف مطلوب على الإطلاق، ما تبقاش جالس، أشرف مطلوب على الإطلاق هو طلب الهداية. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على كل مسلم أن يصلي 17 ركعة في اليوم والليلة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيها 17 ركعة. لا تسألوا إلا الهداية، واجب عليك تسألها، واجب عليك تطلبها. قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء الوحيد اللي كان في سورة الفاتحة هو طلب الهداية، هذا هو الدعاء، ولذلك هو أشرف مطلوب. فلا بد لكل مسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية مع الرغبة والبحث والذهاب والفرار والحركة، تحرك سير المسجد. نحن كذلك كنقولوا الله يهدينا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لكن باش نقولوها كنتوضوا وكنشدوا الطريق وكنمشوا للجامع الله أكبر وكنوصلوها. أنت كتوصلها وجالس في شي قنت كتكيف وكتقول الله يهدينا، لا خرج توضى وتقاد وكذا. إذا لابد أن تطلب الهداية في الصلاة، تطلب الهداية في المسجد، تطلب الهداية وأنت تمتثل أوامر الله جل في علاه. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.